ثقافة مين من بنات جيلك بتلفتك؟ يعني لما بتشوفيها بمقالة بتقول هند صبري. هند صبري صراحة هند صبري شابو بالا إلا، لأنه حتى السنة الماضية لما كانت ضيفتي بأنا والعسل اتصل فيي وزير الإعلام سابقا وزير الأشغال الأستاذ غازي العريضي، قال لي نشان بدي تلفلة وهنية على ثقافتها الواسعة. طبعا هند تحترم على ثقافتها جدا وفنها. برافا. ثقافتك قد ايه بتقولي لنا؟ انا ما نقول بقى يعني 3-5 لانه القرايه بتزود نسبه كبيره قوي. 5 5 من 10. 5 ثقافتك. وذكائك؟ بحس كتير ان انا ذكية، ممكن ادي ده رقم كبير بس مش 100% لان انا ذكائي بيخني برضو، انا بشر يعني، فممكن 6 7. 7. انت محظوظه بتقولي ايضا. بتقولي I'm a lucky girl، انا فتاه محظوظه. ليش؟ علشان هو انا بحس ان هو حظ وربنا بيحبني، ربنا راضي عني الحمد لله يعني، لانه يعني عشان انا في حاجات كتير ما تعبتش فيها. ومن المفترض المفروض ان الانسانه تتعب فيها يعني. كيف مثلا يعني نجوميتك سهله كانت؟ انت مهضومه انت؟ والله مهضومه يعني، ربنا كرمني على طول. اول ما ابتديت بطله يا بنتي. في بنات بتتعب قوي مع محمد فؤاد تبقى فانا في يوم من الايام مامتي قالت لي مي في بنات بتتعب، انت كان يو ايماجين انت ربنا بيحبك قد ايه وراضي عنك، في بنات بتتعب قوي علشان توصل ان هي تبقى بطله عمل. انت من اول ظهورك لما استاذ محمد فؤاد واستاذ محمد النجار جابوني عملوني على طول بطله فيلم يعني. طب بيني وبينك بصراحه، جمالك وجمال عيونك يلي ورثتيهم يمكن من ام جدتك يلي هي تركيه الاصل، بيور تركيه، مش مبهوكي بزبيده ثروت، ما برايك انه جمال العيون هو كان الباسبور الاول، جواز العبور الى النجوميه؟ برايك هيك ولا؟ ممكن بيديك طبعا قبول عند الناس، ولكن نيشان الشغلانه دي فيها الكاريزما والموهبه عليهم. انا عم بحكي اول قوي. انا عم بحكي اول دخول، اول ممكن يخلي المشاهد يبص يقول يرتاح لي وشها ويقول لك انا حابب ابص لها. مين موهوبه مثلك بس ما عندها نفس الجمال وبالتالي تظلم وما عندها نفس النجوميه؟ في ناس بتلاقيهم موهوبات، في ناس لسه ما حققوش نجاح كبير بس حيبقوا نجمات. لكن مين؟ لا في ناس مين كتير. حلوه رح تكون نجمه او مش حلوه رح او جميلة لا أقل. I cannot name someone والله لأنه في كتير قوي، يبقى حرام، يبقى ظلم الباقيين. أوكي. شر لابد منه. هون أحمد خليه يحكي لأشوف. هقول لك أنا بقى، بص السنة دي إحنا بالشك ندي الشر للسنة دي، لو إدينا السنة دي بالشر يبقى إديني 100 في 110 110 للوسيلة 110.